الهيئة انقطع الاتصال، فإذا متابع مسابقتنا والربح الأكيد مع بداية هالسنة وهالعيد بناخد اتصال تاني ومشتركة تانية عم تجرب تحزر الحزورة. ألو مين معي؟ ألو بجور بليز بدي اشترك بمسابقة السنة لو سمحت. إيه نعم مين معي؟ زازا بزازا. أحلى زازا، السؤال هين كتير يا زازا. هو شي موجود بمعظم شقق البنايات بحطوه لتأمين سلامتنا وسلامة أولادنا وهو على وزن كلمة فيترين، شو هو يا زازا؟ Oh my god كتير هين الدبزين. سوري يا زازا بس ما قدرت اسمع الإجابة الصحيحة، وبرجع بكرر لك السؤال، شي موجود بمعظم شقق البنايات بحطوه لتأمين سلامتنا وسلامة أولادنا وهو على وزن كلمة فيترين، شو هو؟ الدبزين. سوري يا زازا يمكن أنت عم تسمعيني بس أنا ما عم بقدر اسمعك، انت معلي كتير الصوت، صوت الراديو، اذا بتريدي وطي صوت الراديو لا تقدري تسمعيني. ارسالك خفيف، بتصور لازم تروحي توقفي بمطرح يكون في ارسال احسن. اوكي اوكي. الو بليز بليز ما تسكر ما تسكر. دابزين دابزين. ما عم بقدر اسمع اجابتك، روحي على شي مطرح ارساله احسن. اوكي الو هلا احسن 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 شوي. وهلا ايه ايه احسن احسن، كملي شوي شوي كملي. ايه روحي بالاتجاه يلي عم تروحي عليه. يا ربي وعلا. ايه ايه صار احسن، كملي بعد شوي بالاتجاه يلي رايحة فيه وقولي لي الجواب بسرعة. وعلا هيك درابزين. الو الو زازا. الو الهيئة كمان انقطع الخط. مش معقول الخطوط هالايام، يعني هي بالخطوط الايام العاديه نحن تعبانه، فكيف وقت يكون في موسم اعياد؟ خلينا لكن بلا ما نضيع وقت بناخد اتصال عاشر ومشتركه عاشره عم تجرب تحزر الحزوره.